بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحائم من ارض الممنوعات، معرض غصن زيتون. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2022 سوبر بلس اس زد، العربيه الكامله اللي اكتسحت السوق. النهارده بنسلمها للاستاذ سامح اللي مشرفنا من محافظه القليوبيه. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه ايه رايك في العربيه؟ عربيه 100 تمام وحاجه كويسه يعني وحاجه ما شفتش احسن من كده معامله يعني والله. العربيه مترخصه عشان الترخيص عندك مقفول هناك؟ مترخصه عشان انا ما عنديش ترخيص في القليوبيه، فالناس هنا عملوا معايا واجب ورخصوا لي وادوني العربيه رخصه 3 سنين. خاطرك وتوكيل مفتوح بالتجديد والترخيص؟ والدنيا مش سهله والدنيا تمام وناس 100 والله. طب المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعامله؟ معامله 100 والله، والناس يعني معاك فلوس خد، ما معاكش برضه ما حدش اثر معاك في حاجه ولا اي حاجه والله. مش بقول كلام كده ولا ده اللي انا شفته يعني. دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ وانا قبل ما ادفع استلمت. طب الناس حبايبك دلوقتي في القليوبيه، تحب تقول لهم ايه وانت موجود هنا في غصن زي ده؟ انا اقول لهم اي حد محتاج عربيه يعني يجي عند الناس دي ما بتاثرش في اي حاجه يعني. طب وحبايبك بقى اللي موجودين على النت دلوقتي وبيشوفونا، تحب تقول لهم يعني عن المعامله وعن الكلام اللي انت قلته؟ المعامله 100 والله، والناس محترمين وما شفتش اي حاجه وحشه يعني، شفتش الكل خير يعني. راضي عن المكان الحمد لله؟ طبعا تمام يعني الحمد لله؟ الحمد لله ربنا. انت عرفت طريق المعرض منين؟ من عن طريق النت برضه، من طريق تسليم واحد لواحد. اتصلت بالناس، الناس رحبوا بيا وقابلوني احسن مقابله وادوني العربيه. ربنا يبارك لك فيها ويديك خيرك وفيك شر ان شاء الله ويسر طريقك. سلام عليكم.